ورجعت لكم. اظن مفيش اسهل من اللي احنا عملناه، زي ما قلت لكم من غير عجن ولا تخمير ولا اي حاجه، عملنا العيش ودخلناه. بصوا شكله هو لسه في الفرن، ما بفتحش عليه خالص غير لما احس كده ان هو بدا يلون معايا افتح واختبر. طيب قلنا ان احنا محتاجين حاجه حلوه، هنديهم حاجه حلوه ايه بقى؟ نديهم حاجه عباره عن سكر طبيعي. طب السكر الطبيعي ده بيجي منين؟ عندنا يا جماعه تمر، وبنسال السكر الطبيعي يجي منين؟ تمر، زبده فول سوداني، شويه مكسرات، اي مكسرات عندي، شويه شوكولاته ايه دارك. تاني انا لما اديهم سكر طبيعي يبقى انا كده بديهم طاقه، بحللهم بقهم، بحافظ على مستوى السكر في الدم، ما هيبروش مننا، ما يفقدوش تركيزهم، ما ياكلوش ويحسوا كده ان هم شبعوا فجاه ان هم ايه، لا جاعوا. سناكس كده يديهم طاقه يوزنهم. التمر طبعا ليه فوائد رهيبه. طيب الوصفه بتاعتي دي حلوه قوي، اقدر اعملها اشيلها في الفريزر برده واطلعها بعدها بشويه احطها في التلاجة نسحب منها. هنشوف بنعملها ازاي، يلا بينا. اول حاجه عندي هنا كوبايه تمر اهو، وعليها بقى كوبايه عين جمل، او على فكره اي مكسرات عندي، مش شرط بس ايه ان انا اعملها بعين الجمل، لوز، سوداني، مكسرات، مكسرات دهون صحيه، دهون صحيه يعني اوميجا 3 يا جماعه. الاوميجا 3 دي طب فايدتها ايه؟ لا ده هي اللي بتشتغل على الدماغ بقى، تشتغل على التركيز كله. مش لما حد كده يقول لك ده انا بنسى، يقول له لا يبقى لازم تاخد ايه، حبوب او فيتامين اوميجا 3. طب الاوميجا 3 دي موجوده فين؟ في اي مكسرات، اي نوع مكسرات، سوداني، عن جمل، لوز، بندق، اقدر اعملها باي حاجه. فعرفتوا ليه انا بحاول ادخل في الوصفات كتير مكسرات وعلى قد ايدينا، يعني زي ما بقول لك حبه من عين الجمل، حبه سوداني، اي مكسرات عندك، بس علشان هي غنيه بالاوميجا 3 اللي بتحافظ على ايه الـ 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 العمليات كلها اللي بتحصل في الدماغ، بتحافظ على مستوى التركيز. طيب محتاجه ايه بقى؟ كوبايتين، لا معلقتين كبار كاكاو خام، معلقتين كبار زبده فول سوداني، وشويه شوكولاته دارك، وللتزيين ممكن احط عين جمل، ممكن احط شويه ايه جوز هند عليها، او هي لوحدها كده تتاكل اساسا. برضو كلها في الكبه، النهارده يومي كله في الكبه. ادي عندي التمر اهو، سكر طبيعي، وعندي هنا شويه ايه عين جمل، مش كتير، مش هاخد كتير عشان انا عايزه ايه كم واحده كده حلوه ازين بيها اهي. وعندي هنا بقى زبده الفول السوداني اللي هي دهون صحيه. ليه؟ معموله منين؟ معموله من السوداني اساسا، فاحنا هنا بنتكلم على دهون صحيه. بتخن؟ اه بتخن، معلش بس عشان بقى متفقين، اه بتخن. وعندي هنا الكاكاو، معانا مين؟ يا حنان. عامله ايه؟ ازيك يا حنان؟ الحمد لله، اخبارك ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي بخير، انتي اخبارك؟ انا بحبك قوي على فكره يا حبيبتي، ربنا يخليكي يا حنان من القلب للقلب. اكلاتك جميله 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 وكلها بعملها وما شاء الله عليكي، يعني ربنا يخليكي لينا يا رب. ربنا يخليكي يا حنان، بجد بتفرحوني لما بتنفذوا الوصفات وما بتستصعبوهاش. حبيبتي يا حبيبتي كلها الحمد لله رب العالمين سهله. يا حبيبتي ربنا يخليكي بجد يا حنان. قوليلي داخلين المدارس خلاص؟ اه داخلين المدارس، عايزينك بقى تعملي لنا كده حاجات المدرسه. بتعملي يا حنان ولا هو ساندوتش الجبنه وحته الخيار؟ والله دي بالنسبه لي نعمه. بتعمليها؟ بعملها حبيبتي. حاضر، انا الاسبوع ده ان شاء الله والاسبوع الجاي، وان شاء الله نعمل حاجات حلوه جدا مناسبه. وزي ما بقول لكم ما نقزمش نفسنا، يعني لو هو ماله ساندوتش الجبنه وبالخيار، ده تحفه، ده تحفة، بس على حسب ولادنا بيحبوا ايه، نحاول بس احنا نرضيهم ان شاء الله اول 10 ايام في الدراسة، وبعد كده نرجع للي احنا كنا بنعمله. صح؟ الله يخليكي. حبيبتي قولي لي، عايزة طريقة الكيكة وطريقة الكنافة بالمانجا. كنافة بالمانجا والكيك. حاضر حاضر، عيوني عيوني يا حبيبتي. حبيبتي كل سنة طيبة، ربنا يخلي لك ولادك يا حبيبتي. طيبة حبيبتي. واو يا جميلة، باي. تعالوا بقى نضرب كل ده. تاني
اي حاجه يا جماعه بتتخن، مش معناها بقول حاجه دهون صحيه فما بتتخنش، بتتخن ما هي سعرات، ما هي سعرات. السعرات دي بتعمل ايه؟ حتى لو كنت انا واخده السعرات دي من فاكهه ما هي برضو هتتحول لدهون لانها زياده عن احتياج جسمي وهتتخزن عادي جدا وهتتخني. فزي ما بقول لكم مش معنى ان هو صحي يعني هو ما بيتخنش خالص. بس كده. بصوا بقى عندي هنا متماسكه ازاي. على فكره لو عايزين تحطوا لها، لو حسيتوا ان هي دقتوها كده حسيتوا ان هي محتاجه عسل حطوا لها عسل برضو، ممكن تحطوا لها معلقه معلقتين عسل هتبقى حلوه جدا كمان. ومعانا استاذه جيهان. الو حبيبتي ازيك؟ ازيك انتي عامله ايه؟ الحمد لله. انتي عامله ايه يا حبيبتي؟ اخبارك؟ الحمد لله كل سنه وانتي طيبه يا حبيبتي. حبيبتي كل سنه وكلنا طيبين. اللهم امين. وعند راسي يا رب موفق وسعيد على الجميع يا رب. يا رب علينا وعلى اولادنا. اللهم امين. والله العظيم فعلا يعني انتي عماله تعملي حاجات تحفه تحفه حبيبتي تحفه. حبيبتي ربنا يخليكي. واللي ما عندوش مدارس هو نفسه في مدرسه، ايه المشكله؟ صدقيني احنا بنبقى محتاجين ناخد من الثلاجه ونستخدم على طول. ولسه بقى الجو يبتدي ان شاء الله يتحسن وتلاقي نفسك محتاجه برضو الحاجات دي، فجميله جدا جدا. وبعدين هي صحيه يعني اقدر ان انا اعملها كده واحطها في الثلاجه. محتاجه اي حاجه مسكره كده بدل ما اروح اخد لي بسبوسايه، ولو ان البسبوسه جميله حلوه برضو. معلش لا يعني كده. انا اسفه للبسبوسه ولكن اهو احنا كلنا نعتذر لها طبعا كلنا ده انا عاشقه. بس هو فعلا اللي هو ايه، ايدينا ما تجريش على الحلويات اللي بترفع مستوى السكر في الدم. ايوه جاي بقى مول النبي والناس بقى ايه يعني يواش يواش زي ما بيقولوا. عامله لك مفاجاه يوم الاربعاء، حلويات مولد النبوي ان شاء الله. الله 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 وليه ربنا ما يقطع لنا عيدك. فين الزبيب اللي انا قلت لك عليه؟ لا حاضر هعمله لك وحياتك وحياتك في دماغي. اوعي تضيعي مننا الموسم، هخليكي تشتري لي. بس كده عيوني يا روحي. لا وحياتك هنعمله بس كده. انت تأمري يا حبيبتي. ربنا يخليك. انا عايزه بس اطلب من الناس حاجه، وفي بمناسبه المدارس يا ريت كل ام كده وهي بتعمل ساندوتش لابنها بدل ما تعمل اتنين تخليهم تلاتة. يعني محد ممكن يكون اللي جنبه نسي يجيب، صح؟ ممكن يكون مش عارف يجيب. انا معاكي هيبقى حلوة قوي. يعني بدل ما نعمل اتنين نخليهم تلاتة. انا معاكي نعمل مش هتأثر وهتبقى جميلة وفعلا صح. هتعمل تراحم ما بين الناس، واحنا عارفين كلنا مع بعض الايام دي ظروف عاملة. انا معاكي انا معاكي. وبعدين الولاد الصغيرة كمان حتى لو انت مدياله ايه في لانش بوكس هو عايز من اللي معاه صاحبه. عارفه لا وبيحبوا وبعدين هيحبوا بعض. وده هي وبعدين هم مش هيبقوا فاهمين المغزى اللي احنا عايزين نعمله. لكن هيبقوا فرحانين مع بعض. ايوه صح انا معاكي جدا. يعني عارفه احنا كنا زمان بندوق من اكل بعض وانت جايب سندوتشات ايه وريق وكده. ما كنا بنعمل غديوه مش كده برضو ولا ايه؟ طبعا ده كانت احلى ايام. لو باكل واحد يجيب اكله ونقعد بقى في البريك، كانت اسمها زمان فسحه. ايوه انت فينش وزمان انت لسه شابه صغنونه. حبيبتي ربنا يخليكي. ربنا يفرحك بشبابك ربنا يخليكي يا حبيبتي. ويا رب كل الناس تبقى فرحانه وتبقى سعداء ويحققوا اللي هم عايزين يعملوه في اولادهم. ويفرحوا باولادهم. ما تحققوش احلامكم في اولادكم. صدقيني دايما بقولها ما تحققوش احلامكم في اولادكم. بس بصي دايما بقول للولاد لازم يبقى عندكم هدف. يعني ما ينفعش نعيش من غير هدف. رحتي فين يا استاذه جيهان؟ يعني انا مع حضرتك جدا في ما تحققوش احلامكم في ولادكم، بس برضو عايزه اقول للولاد لازم يبقى عندكم هدف. لو عايشين من غير هدف صدقوني بكره تندموا الف مره على كل يوم كان قدامكم المعلومه بتسقي بالمعلقه وانتوا قصرتوا فيها. بكره لما تخرجوا لمجال الشغل والعمل والحياه هتحسوا ان ايه ده؟ ده كان بابا عنده حق، ده كانت ماما عندها حق لما كانت بتقول لي ذاكر استثمر وقتك بص في ورقتك. بص في ورقتك دي يا جماعه ليها معنى كبير قوي، ان الواحد كده يشوف ورقته فيها ايه، وفيها بقى مذاكره فيها شغل فيها ايه المسؤوليه بتاعتك. ورقتك دي معناها ان انت تشوف المسؤوليه، ما تتشغلش بالاخرين. مسؤوليتك ايه اللي في ورقتك؟ زي كده شيل ايه؟ شيل شيلتك.
مهم قوي قوي يعني. وبعدين كل اب وام عايز ولاده احسن مني، بس بلاش يكون عايزه يعني زي ما كانت استاذه جيهان، ما نحققش احلامنا في اولادنا، دي بتبقى صعبه قوي. احنا دايما ضاغطين على اولادنا، اطلع دكتور، اصل انا كنت عايز اطلع دكتور. انا مالي بيك انت كنت عايز تطلع ايه؟ لا، اسيبه هو يختار، مهم جدا. وربنا يا رب يرضينا فيهم كلهم. بص انا بعمل هنا ايه السناكس بتاعتي بالشكل ده، علشان اروح احطها في الشوكولاته الدارك اللي متسيحه كلها مره واحده، واطلعها ارصصها على ورقه زبده، واحط فيها ايه عندي هنا العين الجمل. زي ما قلت لكم اي مكسرات طعمها هيعجبكم قوي. قول ايه دي؟ ماشي يا رانيا. الو الو رانيا. ايوه ازيك يا رانيا؟ الحمد لله. عامله ايه؟ الحمد لله. انت اللي عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي. تكلميني منين؟ دمياط. اهلا بيكي بقى وبكل اهل دمياط وحلويات دمياط. تسلمي يا رب. ربنا يخليك يا حبيبتي. كل سنه وانت طيبه. المدارس على الابواب. ايوه. بتعملي لهم ايه بقى في اللانش بوكس؟ بتعملي لهم، بتديهم سندوتشات ايه؟ لا لسه عنده 7 شهور. 7 شهور حياتي. لا انت اعملي اللانش بوكس ليك انت يا حبيبتي بقى وقعدي. ربنا يخليهولك يا حبيبتي قبل ما يدخل مدرسه كده يا رب. ماشي يا حبيبتي. ممكن طريقه البيتزا؟ اه حاضر، احنا كده طلبت من البيتزا. حاضر نعملها، هنعملها. ماشي ورا الشاشه. والله ربنا يخليكي يا رانيا ويخلي لك البيبي. ربنا يخليكي. طيب اروح اجيب برده كالعاده ورقه زبده اهي، وافرشها عندي هنا اهي، وابدا بقى احط فيه الشوكولاته، واروح حاطه كده، واروح حاطه عندي هنا ايه، شايفين شكل بقى اهي، واصفيها واروح حطاها، واروح حاطه عليها ايه، مثلا جوز هند. يا داليا. الو. ازيك يا داليا؟ الحمد لله، انا بحبك جدا 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 حبيبتي يا داليا. ربنا يخليك. انا عندي واحده صاحبتي، مش واحده صاحبتي، هي يعني اقرب حد ليا، اسمها داليا، بقول لها يا دودو. انت بيقولوا لك يا ايه؟ يا دودو. يا دودو برضو حبيبتي. عامله ايه؟ الحمد لله. في مدرسة انت اكيد صوتك صغنن. اه. صح؟ رايحة سنة كام؟ رايحة سنة تانية اعدادي. رايحة تانية اعدادي. مادموازيل يعني. طب قولي لي اكتر ساندوتش بتحبيه تاخديه معاكي. نعم. ايه اكتر ساندوتش بتحبيه تاخديه معاكي؟ اللي على بالك كده، تحبيه كده تحسي ان انت الله تاكليه وانت مبسوطة. ساندوتش جبنة، ساندوتش حلاوة، ساندوتش مربى. انا بحب الجبنه قوي. الله. انا كمان. انا عندي يا بنتي ساندوتش الجبنه بالجرجير ده، الدنيا وما فيها، وقرن فلفل اخضر. اه بحبهم جدا جدا جدا، مفيش احلى منهم صدقيني. طيب نورتيني يا داليا. طب ايه رايكم لحد ما اخلص ده؟ بصوا انا بعمل ايه، بنزله فيه شوكولاته دارك متسيحه في الميكرويف اهي، وبعدين بحط على ورقه زبده وعليها عين جمل اهي، لا شوكولاته دارك، واروح حاطه كده. ده مش ملح، ده جوز الايه، سوري بقول لكم ده مش ملح، ده جوز هند. قلت لكم جوز الطيب. لا. اهو تمام كده خلاص. تعالوا بقى نروح لفاصل ونرجع نشوف هنعمل ايه تاني. ايه استنونا.